أهلا بكم، هذه نشرة مفصلة نقدمها لكم من قناة سما الفضائية، والبداية دائما بالعناوين. إن هذا النهج التخريبي الذي المتعمد بقواعد عمل المنظمة. سوريا تطعن بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتتهم واشنطن باستخدام المنظمة كوسيلة للابتزاز السياسي. المقاومة الفلسطينية تتصدى بنيران كثيفة لطائرات تجسس إسرائيلية فوق سماء غزة. این همون مردم سالاری دینی است که زیر عنوان جمهوری اسلامی. وخامنئي يتحدث عن تفاصيل جديدة حول أزمة الملف النووي ومفاوضات فيينا، ويؤكد إيران تريد أفعالا لا وعودا. أهلا بكم من جديد. بحث الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وعددا من قضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. واستعرض الجانبان المتابعة الجارية لوضع نتائج زيارة الوزير المقداد الأخيرة إلى سلطنة عمان موضع التنفيذ. كما نقل الوزير المقداد إلى نظيره العماني إتمام الإجراءات القانونية السورية المتعلقة بالاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين بالإعفاء المتبادل لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة. كذلك عرض الوزير المقداد النتائج الإيجابية والنجاح الذي حققه السوريون فيما يتعلق بإنجاز الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية. بدوره هنأ الوزير العماني نظيره السوري بنجاح الانتخابات الرئاسية. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت إلى أداة في لعبة جيوسياسية تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون. وخلال جلسة لمجلس الأمن شدد صباغ على أن سوريا ترفض ضغوط هذه الدول وتعدها مجرد وسيلة للابتزاز السياسي. السيد الرئيس، لقد شكل استخدام التنظيمات الإرهابية للأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة أو التهديد باستخدامها في سوريا منذ العام 2013 وحتى الآن خطراً حقيقياً على الشعب السوري، وتحدياً جدياً لتنفيذ نظام منع الانتشار الكيميائي والمتمثل في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. والمستهجن أن الدول الراعية لتلك التنظيمات الإرهابية عملت خلال السنوات الماضية على حرف انتباه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأطراف في الاتفاقية عن مواجهة هذا التهديد الإرهابي الكيميائي، ومارست في الوقت نفسه الضغط على أفرقة التحقيق المختلفة لفرض أجنداتها وحملها على القيام بأنشطتها بشكل مخالف لطرائق العمل المنصوص عليها في الاتفاقية ووثيقة الشروط المرجعية. إن هذا النهج التخريبي الذي المتعمد لقواعد عمل المنظمة الذي اتبعته بعض الدول الأعضاء في هذا المجلس أدى إلى تقديم فرق المنظمة لاستنتاجات خاطئة قوضت من مصداقية ومهنية عملها، وحدت فعلياً من القدرة على مواجهة هذا التهديد الإرهابي. بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيريشينين في اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيترسون الوضع في سوريا وسبل إيجاد حل سياسي للأزمة فيها. وقالت الخارجية الروسية إن اتصالا هاتفيا جرى بين الجانبين ناقشا خلاله بشكل مفصل الوضع الحالي في سوريا، وأكدا ضرورة تكثيف المساعدات الإنسانية ودفع عملية التسوية السياسية على أساس احترام سيادة البلاد واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
قتل عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية وأصيب آخرون خلال اقتتال اندلع فيما بينهم الليلة الماضية داخل مدينة رأس العين المحتلة بريف الحسكة. وقالت مصادر محلية إن اقتتالا نشب بين إرهابي ما يسمى فرقة الحمزات ومرتزقة ما يسمى مجموعة أبو حمود، وجميعهم يتبعون لقوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين. ولفتت المصادر إلى وقوع قتلى ومصابين من الطرفين نتيجة إطلاق النار المتبادل وسط حالة من التوتر الذي ما زال سائدا داخل المدينة، وتعزيز الحواجز المسلحة وأماكن انتشار المجموعات الإرهابية المتقاتلة. شهدت مدينة اللطامنة في محافظة حماة تجمعا شعبيا احتفاء بإنجاز الاستحقاق الرئاسي وفوز الرئيس الأسد بولاية رئاسية جديدة. من عدة قرى وبلدات بريف حما الشمالي احتشدوا في ساحة مدينة اللطامنة ضمن خيمة وطن ليعبروا عن فرحهم وفخرهم بفوز السيد الرئيس بشار الأسد ونجاح الاستحقاق الرئاسي. نحن جرح الجيش العربي السوري اليوم جايين نجدد البيعة مثل ما جددناها بسلاحنا وفدينا سوريا قطعة من جسدنا، اليوم جايين ننصر ونشوف فرحتنا ونفرجه فرحتنا للشعب السوري كله. اليوم بعد أن حرر الجيش العربي السوري هذه المنطقة، اليوم نحتفل وترفع رايات النصر للجيش العربي السوري في هذا الاستحقاق الكبير للسيد الرئيس بشار الأسد. ها هم أهالي مدينة اللطامنة وكفر زيتا ولطمين وحلفايا يعودون إلى مناطقهم الآمنة ويعبرون ويبصمون بالدم للقائد المفدى السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد. المشاركون بمختلف أطيافهم أكدوا ثقتهم بعودة سوريا كما كانت بقيادة الرئيس الأسد، كما عادت مدنهم وقراهم بفضل الجيش العربي السوري الذي حررها من الإرهاب. سوريين بكل معنى الكلمة ضد الإرهاب، ضد الإرهابيين، ضد كل دولة حاولت تخرب هالبلاد وساعدت تخريب البلاد. الريف كلياته من هني سيادة الرئيس بشار حافظ الأسد بفوزه العظيم. نحن اليوم في مدينة اللطامنة إذ نؤكد للقائد المفدى أننا جنود الأوفياء خلفه وسنعيد بناء هذه المدينة التي دمرها الإرهاب. نحن اليوم أهالي ريف حماة أجمع حلفايا اللطامنة كفر زيتا منطقة محردي تحتفل بانتصار السيد الرئيس بانتخابات بتجديد البيعة. أهالي اللطامنة وباقي قرى ريف حماة قالوا كلمتهم وعبروا عن حبهم للوطن، وسيكون شعارهم في المرحلة المقبلة الأمل بالعمل لإعادة بناء ما خربه الإرهاب. كذلك بريف حمص احتشد الآلاف من أهالي مدينة تدمر وباديتها في احتفال جماهيري كبير أمام ساحة متحف تدمر الوطني بفوز الدكتور بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية. من أمام المتحف الوطني من الساحة المطلة على قلعة تدمر الصامدة، من تدمر التي وقفت بوجه الإرهاب بأهلها وحجارتها وآثارها، اجتمع الأهالي بساحة المدينة ليعبروا عن فرحهم بفوز القائد بشار الأسد. مدينة تدمر هي اليوم أكبر شاهد على الإرهاب، فأهلها هجروا واستشهدوا ودمرت بيوتهم، إلا أنهم عادوا بعد القضاء عليه وهم يحتفلون بالساحة عربون شكر للسيد الرئيس للأمان ولفوزه بمرحلة جديدة. اليوم أهل تدمر كلهم فرحانين ومحتفلين مشان السيد الرئيس بشار حافظ الأسد، وتدمر عمرانة ألف 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 مبروك سيد الرئيس قائد ربان السفينة لطريق النجاة والأمان. الحمد لله فرحانة كل أهل تدمر، الحمد لله فرحانين. مبروك للسيد الرئيس بشار الأسد وإن شاء الله ترجع سوريا كلها بخير وتتحرر من الإرهاب. مبروك للشعب العربي السوري كله. نحيي السيد الرئيس ومبروك علي الفوز، بنحبه كثير وبنحبه أنه يضل علينا. فرح السوريون لم ولن يتوقف بفوز الرئيس بشار الأسد، لأنه الأمان الوحيد للشعب السوري. كندا الخضر لقناة سما الفضائية من مدينة تدمر حمص. كما شهدت محافظة اللاذقية حضورا شعبيا كبيرا ضاق به ملعب الباسل بمدينة اللاذقية، حيث أقيم فيه حفل أحياه نخبة من الفنانين السوريين عبروا خلاله عن محبتهم وفرحتهم بهذا الإنجاز الذي أظهر للعالم التفاف الشعب السوري حول قيادته
وجيشه. وصلنا بالدم للسيد الرئيس وجددنا البيعة ورح نجي نحتفل هلق ولا بعدين ولا 100 سنة معك يا سيد وقائد الوطن. وألف مبروك، ألف مبروك نصرك يا سيد الرئيس. سيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد الله يحميه يا رب وبيت بعمره ودفنيه بالدم والروح طول العمر، الروح بالدم فيك يا أسد الله يحميك يا رب. نحن هنا من جميع محافظات سوريا نبارك لسيادة الرئيس بشار حافظ الأسد على هذا النصر. انشقنا الأسنة والسماهر ولهبط عرش السرية أطلقت المقاومة الفلسطينية في ساعات متأخرة من ليل الخميس وفجر الجمعة النار بشكل مكثف تجاه طائرات إسرائيلية مسيرة من نوع كواد كابتر حلقت على علو منخفض في أجواء مدينة غزة وشمال القطاع وأسقط اثنتين منها. وقال مصدر أمني إن طائرات كواد كابتر نوع من الطائرات المسيرة يستخدمها جيش الاحتلال في تنفيذ عمليات استخباراتية ويتم تسييرها إلكترونيا عن بعد. أفادت مصادر إعلامية فلسطينية بأن مستوطنة إسرائيلية دهست الليلة الماضية مواطنا فلسطينيا قرب باب المغاربة أحد أبواب الأقصى المبارك بالقدس الشرقية. الحادث وقع تزامنا مع الذكرى 54 لسيطرة الاحتلال على باب المغاربة حيث باتت تتم عبر الباب اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الخارجية وهو أقرب باب إلى حائط البراق الذي يسيطر عليه الاحتلال.
بدأ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تحركات مكثفة لإفشال الحكومة التي أعلن خصومه أنهم توصلوا إلى اتفاق لتشكيلها، وشكك في قدرتها على مواجهة ما سماها الضغوط الأمريكية، في حين أعلنت الولايات المتحدة دعمها المطلق لرئيس وزراء الاحتلال أيا كان. وشدد بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية على التزام أمريكا تجاه أمن إسرائيل ودعم منظومة القبة الحديدية ودعم رئيس الوزراء أيا كان. هذا وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التقى رئيس وزراء العدو بالإنابة ووزير حربه بيني غانتس، إضافة إلى مسؤولين أمنيين أمريكيين كبار في ساعة متأخرة ليلة الخميس في واشنطن، في إطار سلسلة من الاجتماعات لمناقشة المساعدات العسكرية والتهديدات الإقليمية وتعزيز التعاون بين الجانبين. هذا وتعهدت واشنطن بإمداد منظومة القبة الحديدية المضادة للصواريخ بالذخيرة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الرئيس بايدن سيطلب من الكونغرس المصادقة على حزمة مساعدات للكيان قيمتها 1.2 مليار دولار لتمويل مرحلة جديدة من تطوير منظومة القبة الحديدية. ووفق ما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية فإن هذه التعهدات جاءت خلال الاجتماعات التي عقدها وزير حرب الكيان مع وزراء الدفاع والخارجية الأمريكيين ومسؤولين آخرين، وخلال العدوان الذي شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة في الفترة ما بين 10 و21 من مايو أيار الماضي، استخدم كميات كبيرة من صواريخ منظمة القبة الحديدية المضادة للصواريخ للتصدي للقذائف التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة على المناطق الإسرائيلية. أصيب 6 يمنيين بنيران حرس الحدود السعودي على مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة. هذا وسجلت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات قوى العدوان في اليمن 100 خرق خلال 24 ساعة الماضية في محافظة الحديدة، وشملت الخروقات غارات جوية واستحداث تحصينات قتالية وقصفا مدفعيا. قال المرشد الإيراني السيد علي خامنئي إن طهران تريد أفعالاً وليس وعوداً من القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وشدد الخامنئي في خطاب اليوم بالذكرى 32 لرحيل الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة المشاركة الواسعة للشعب الإيراني في الانتخابات الرئاسية، لافتاً إلى أن إرادته تتجسد في هذه الانتخابات. إن الأعداء كانوا يحسبون أن إيران لن تحتفل بذكراها 40. الأمريكيون كانوا قد أعلنوا جليا أن إيران لن ترى ذكرى تأسيسها 40، ما يثبت فشل مثل هذه التكهنات. إن إرادة الشعب الإيراني تتجسد في الانتخابات. نعيش اليوم أجواء الانتخابات، وهناك من يريد أن يثبت عزيمة الشعب في المشاركة. الإحباط وسوء الإدارة إذا وجد يجب إصلاحهما بالانتخاب الصحيح وليس بعدم المشاركة. الإمام الخميني الراحل كان يؤمن بقوة الشعب وقدراته وصموده، ويرى الانتخابات واجبا شرعيا. إن طهران تريد أفعالا وليس وعودا من القوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015. أبلغت مفاوضين أن المطلوب أفعال لا وعود لإحياء الاتفاق. رأى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن على روسيا محاسبة مجموعات الهاكرز التي تنشط من روسيا ومنعها من شن الهجمات السبرانية وضبطها ومحاسبتها. كذلك قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن سيضغط على الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماعهما هذا الشهر للتصدي للقراصنة الذين يستخدمون برمجيات الفدية الخبيثة ويقيمون في روسيا، وحثه على اتخاذ إجراء حاسم ضدهم. وبحسب وكالة بلومبرغ، عطل قراصنة الخدمات الأمريكية الهامة في سلسلة من الهجمات، مطالبين الشركات بدفع فدية لإلغاء تجميد البيانات وأجهزة الكمبيوتر.
من جانب آخر، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية أن الاجتماع المرتقب بين الرئيسين الروسي والأمريكي مهم للغاية، مشيرا إلى رغبة بوتين في إخراج العلاقات بين البلدين من الوضع الحالي. وحذر ديمتري بيسكوف في حديث تلفزيوني من أن حجم الخلافات بل وحتى مظاهر النزاع في العلاقات الثنائية بين البلدين كبيرة جدا، وعليه لا مبرر لتوقع تحقيق أي تقدم نحو التوصل إلى تفاهم، مضيفا في بعض الأحيان يكون من المفيد أيضا الاتفاق على أننا لا نتفق. وتابع بيسكوف أن بدء الحوار على أعلى مستوى رغم الحالة المؤسفة للعلاقات الثنائية خطوة إيجابية للغاية، لكن الشرط الوحيد للارتقاء بهذه العلاقات إلى مستوى آخر هو الاحترام المتبادل ومراعاة المصالح. هذا وحذر ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي في مقابلة أجرتها معه RT من إمكانية نشوب حرب باردة جديدة، مشيرا إلى أن العالم يشهد الآن تحديات جديدة وخطيرة تهدد الأمن الجماعي. اليوم نلحظ تشكل نظام عالمي جديد، كما نرى تورط دول في حروب باردة جديدة. هناك تقسيم جديد للدول إلى أصدقاء وغرباء، حيث يتم تصنيف هؤلاء الغرباء في الوثائق العقائدية كأعداء. يجري أيضا تدمير ممنهج للنظام العلاقات الدولية والهيكل الأمني، ويتم تقليص دور المنظمات الدولية كوسيلة لاتخاذ القرارات في مجال الأمن، وتظهر أنواع جديدة من الأسلحة بشكل أساسي، مما يؤدي إلى تغيير جذري في ميزان القوى في العالم الحديث، وتتغلغل المواجهة المسلحة في مناطق جديدة في الفضاء والفضاء الإلكتروني. ونتيجة لذلك بالطبع هناك تغيير في مبادئ وأساليب الحرب. لم يتبقى في نشرتنا إلا تذكير بالعناوين. إن هذا النهج التخريبي الذي المتعمد لقواعد عمل المنظمة. سوريا تطعن بتقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتتهم واشنطن باستخدام المنظمة كوسيلة للابتزاز السياسي. المقاومة الفلسطينية تتصدى بنيران كثيفة لطائرات تجسس إسرائيلية فوق سماء غزة. این همون مردم سالاری دینی است که زیر عنوان جمهوری اسلامی. وخامنئي يتحدث عن تفاصيل جديدة حول أزمة الملف النووي ومفاوضات فيينا، ويؤكد إيران تريد أفعالا لا وعودا. إلى اللقاء.